تقول باند ميتال نازل بعد الموضوع اللي حصل تعبر الشياطين والكلام ده كله، فاحنا مسؤوليه كبيره، احنا عايزين ننزل وعايزين نثبت ان احنا مش عبر الشياطين، ان احنا مسلمين او مسيحيين عاديين جدا بنسمع مزيكا، بس هي بس المزيكا دي ليها ستايل معين زي ما كل فئه من المجتمع ليها ستايل معين من الميوزك. فده اللي احنا عايزين نوصله للناس الناس دي. انا قبل الحفله نزلت وصممت ان انا اعمل تيشيرت ابيض واكتب عليه ان انا اي ورشيب الله ان اي ليسن تو ميتال، عشان اثبت للناس ان انا بعبد ربنا عادي ومسلم مفيش اي مشكله، بس بسمع ميتال. فما فيش اي علاقه او اي كونكشن بين ان انا ابقى اسمع ميتال او ان انا اقرا شياطين. تأكدنا انه السيد المحامي صاحب البلاغ مغرض، الاول تعاملنا معاه لانه عنده قصور في الفهم وعنده عدم ادراك لحقيقه الامر، رحته قضائيا وكلفت المحامي فعلا بانه يرفع قضيه، وهنظل نطالب الجهات المختلفه، يعني رسميا طالبت حزب الحريه والعداله انه يلغي توكيله لو عنده توكيل، لانه ده عار على اي حد، بيبقى ده صاحب توكيل لاي حد، وايضا سالحقه في نقابه المحامين حتى يلغى يعني صفته كمحامي. فهو جدير بانه يصبح عبره لمن يعتبر. احنا لن نطالبه على فكره بتعويضات، لان احنا مش لا نسعى للحصول على تعويض مادي خشيه ان حد يتصور ان ده هدفنا، لا مش هدفنا، هدفنا فقط يعني تلقينه اقصى درس ممكن حتى يصبح عبره للاخرين.